اعترف انك عقدتهم وعشان كده عقدوني. وما يمكن اللي حصل لك بسببهم ده كان بسبب تراكمات من قصص قديمه عندك. انا ما كانش عندي قصص قديمه. يعني ما عندكش قصص قديمه ولا قصه واحده يعني؟ بس ما تعتبرش قصه واحده. ايه ما تحكي لي القصه اللي ما تعتبرش قصه دي؟ قصه ياسمين زهدي. انا كنت شغال في محل قماش بياع، وهي كانت شغاله مع واحده بتاعت افراح مشهوره قوي، وصاحبة المحل اللي انا بشتغل فيه بقى كانت صاحبتها. ياسمين كانت بتاخد القماش من عندنا في المحل، وكانت بتثق فيا ثقه عمياء، بتخليني اختار لها القماش واوصلها مكان ما تكون موجوده. ما كانتش بتتعامل مع حد غيري في المحل، وكانت بتعاملني كويس بصراحه، تاكل معايا وتهزر معايا، تحكي لي عن مشاكلها. سنتين على الوضع ده، وهي كانت بتتعامل معايا بتواضع وجدعنه، وانا من سذاجتي ومن حبي فيها، حبي اللي بدا من اول ما شفتها. انا تخيلت حب، كنت خام مش فاهم حاجه، مش فاهم ان الحب ده ليه شروط وقواعد ولازم يكون فيه نديه. من كتر الاوهام اللي كانت في راسي بقى، واغاني كاظم الساهر والافلام الهندي اللي كنت بشوفها، بشوف ازاي البنت الغنيه بتحب الشاب الفقير عادي، اتجرأت واعترفت لها بحبي بمنتهى السذاجه، ويا ريتني ما اعترفت لها. الامطار مظبوطه بالملي، عشرة طروق بيرفكت كالعاده. اي خدمه ياسمين. قولي بقى كنت عايزني في ايه؟ اتكلم عادي؟ قول، محتاج فلوس؟ لا لا الحمد لله مستوره. امال ايه؟ في حد مضايقك في المحل؟ اكلمها لك حالا. لا 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 خالص. امال في ايه يا ابني ما تقول؟ انا انت ايه؟ انا بحبك. ملك؟ لو اتضايقتي خلاص اعتبريني ما قلتش اي حاجه. لا 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 انا عايز افهم، معلش بتحبني ازاي يعني شويه؟ حب يعني اللي هو جواز وكده. جواز؟ انت شارب حاجه يا طارق؟ لا انا مش شربش. يبقى اكيد سخن. لا انا كويس. كويس ازاي بقى؟ امال ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو ايه المساحه اللي انا اديتها لك خليتك اخدت عليا للدرجه دي؟ عشان قعدت كلت معاك كم مره ووصلتني مرتين ثلاثه اخدت عليا؟ كان لازم طبعا اتعامل معاك زي الزفت عشان تحترمني. هو انتوا كده؟ معلش مش قصدي. لا قاصد، وقاصد كل كلمه قلتها يا طارق. انا اسف. بعد ايه بقى ان شاء الله؟ ها؟ بعد ما عصبتني؟ انا بجد مصدومه من اللي انت قلته. هو انت نسيت نفسك؟ انت يعني انت ايه وانا ايه؟ تعليمك ايه وتعليمي ايه؟ ابني مين وانا بنت مين؟ نسيت نفسك يا طارق؟ نسيت.